احنا ممكن البعض دلوقتي يرى، وده الحقيقه الاسئله دي بتتسال والناس عايزه تفهم يا جماعه. دلوقتي ممكن يتقال ان الزواج في اصله مثلا ما كانش ايام زمان في التوثيق، ما كانش في العقد، ولكن كان هناك الاشهار. طيب لو حصل وحصل اشهار لهذا الموضوع دون توثيق، ده بيبقى حرام؟ طيب خليني اقول لك حاجه. سيدنا الامام الامام ابو حنيفه، وهو من هو بمناسبه التوثيق، دخلت عليه امراه بطنها متر قدامها، فانكرها زوجه، قال لا اللي في بطنها ده مش ابني. بصي مين اللي خلاكي توثقي علشان نفهم قيمه هؤلاء الاعلام. سيدنا ابو حنيفه قال: لما خربت الذمم وضيعت امانه الكلمه وبعد الناس عن هدي الصادق، كان لزاما على ولاة امور المؤمنين ان يوثقوا عقود الزواج. ليه؟ لانه احرص الناس على اثبات حق المراه. هل في توثيق زمن ابو حنيفه؟ فكانت اول دعوه اطلقت. كفارين اللي دخل ورق الطباعه. كان اول دعوه للتوثيق هي دعوه فقهيه، ولذلك التراث الفقهي بيتقري ليه النهارده؟ لانه تراث موثق منقول لنا جيل عن جيل. هنا اللي عايزين نقوله ايه؟ هو انت عايز تقرا نص الايه ولا تقربوا الصلاه؟ طب يا سيدي ما تصليش، ما تزعلش. لا يا فندم احنا بنقراها. انت جاي، انت سألت سؤال مباشر، انت كده هل ترضى لابنتك لا وانا لسه هرجع بقى. قلت أنا نعم. انا هرجع. طب خلاص انت عندك البنوته الاول يا استاذ هاني اصلا؟ للاسف لا. بتتكلم عن ايه؟ طيب خليني اقول، ولكن اقول لحضرتك، لا انا ممكن اسالك الفنانات. لا 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 انا بسالك على فكره، انا عايز اسالك كل نفس بمساكنه اللي دخلوا في المساكنه اخواتي واقربائي. لا انا بسالك سؤال محدد، مش عارف. انا بسالك سؤال محدد، ما انا افتخر بيهم، ما عنديش مشكله. انا افتخر بمن قام بالمساكنه. انا حضرتك ده وجهه نظر كده، انا بتكلم في نقطه محدده دلوقتي. لو حضرتك قلنا اختك، اي يا بنت خالتك، طالما ما عندكش بنات، طب هيقول لك ثانيه واحده وعملنا وكانت وحصلت مشاكل قانونية بصفة ان حضرتك رجل قانون، ودخلنا في متاهات، هو انا ليه ما اقفلش السورس اصلا من ده سؤالي، انا ليه ما اقفلش الحكاية اصلا من الاول لو هيبقى لها تداعيات قانونية وفيها اجحاف للمرأة وحقوقها؟ يا فندم هقول لحضرتك على حاجة. لا فارق بين المساكنة والزواج الشفهي. هل يملك شيخ من المشايخ؟ احنا ما عندناش زواج شفهي كمان يا فندم، ده لسه طالع عندنا شيخ مشهور وقال ما فيش رجل دين. انا بتكلم قانونا، انا بتكلم على الاجراءات القانونيه. ده قانون مباح، ما دام مباحش في الشريعه هو مباح في القانون. اصل العلاقات الرضائيه بين البالغين، احنا كل اللي نقدر نعمله انهم ننصح انها تكون عن بصر وبصير. العلاقات الرضائيه بين البالغين حقوقي اخدها ازاي؟ إيه كامراه حقوقي ان انا اخد حقوقي ازاي كامراه؟ انا بحافظ على كرامتي. انا عايز اقول لك على حاجه اشد. اتفضل. يعني في العالم كله للاسف حكايه احنا حكاية المهور والمغالاة في المهور وحتى المهور من أساسها. لا مش المهور، أنا ما بكلمش عن مهور، أنا بتكلم حقوق إثباتي إن أنا زوجة، إن أنا ليا ميراث، إن أنا لو جبت طفل يبقى الطفل دوت منسوب، إن أنا يبقى لي نفقة، إن أنا يبقى لي محل إقامة، إن أنا يبقى لي كرامة، أخدها إزاي؟ الكرامة موجودة ما فيهاش كلام، بالعكس الحداثة هي اللي جابت كرامة للمرأة. إحنا فين؟ إحنا بنتكلم عن ثورة لصالح المرأة. إحنا لحد فترة بسيطة، لحد فترة بسيطة كان الفقهاء وأصحاب التراث بيقولوا إن المرأة لا تتولى منصب القضاء، إلى أن قامت الدولة بقرار تاريخي شجاع صحيح خاف عنه، خاف أن يقوم به آخرون على صحيح مدار 100 سنة بضرب بيد من حديد وسمحت المرأة بتولي منصب القضاء. أصحاب الشريعة وأصحاب التراث بيرفضوا الكلام ده. طب أنا الدولة بتكرم ده وبتقعد الست على منصة القضاء، وأنا أجي أحكي يا فندم من الآن المساكنة تجحف؟ من قال أن المساكنة تجحف؟ تجحفها لأنها مالهاش حقوق قانونية. لا يا فندم كل حقوقها محفوظة. هقول لك أثبتها إزاي؟ لو قانونا حد، انا بتكلم قانونا، سيبك بقى من الشرع، انا بروح للشرع، انا بتكلم قانونا محلوله. اول حاجه إيه لو حد اعتدى عليها باي شكل من الاشكال القانون يتصدى لي بقوه، ومجالس المراه تتصدى لي بقوه. لو عايزه تثبت اي حق من الحقوق، حكايه نسب مش عارف ايه، برضو القانون ليها نفقه. يعني هي ملزم ان هو طبعا ليها نفقه يا فندم، ما هياخد النفقه دي. طب هاخدها باي باي دين ولا بقانون؟ حلوه دي والله. بالقانون. طب تاخدها بالقانون. هو القانون في قانون، في ماده في القانون تقول ان المساكنه الست تاخد نفقه ملزم يصرف عليها؟ بكل بساطه، ما احنا يا فندم كان في حالات مساكنه كتير بدون ورق، بدون اتصرف عليها. طبعا وبيتحكم لها وكثيرين. مش هنقول اسامي، مش هنقول اسامي. راحوا المحكمه وبتثبت ان كان في علاقه بينهم وفي ارتباط وفي ناس بتزورهم
والناس عارفة ان دول مقيمين مع بعض وبينهم علاقة رضائية وعلاقة ود و... طب انا ليه ادخل في السلسلة دي؟ احنا يا فندم احنا ليه ادخل انا في الكلام ده؟ احنا مش بندعو لهذا، احنا بنقول لا ان كل لا شخص لا 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 ده احنا ماشيين على حبل. انا اللي ثانية واحدة يا استاذ، انا عمري ما اغير كلامي وكلام الناس. انا لا ادعو لهذا. انا ليه انا سؤالي انا اللي بتكلم حضرتك، انا دلوقتي حضرتك قلت ان ده ممكن. طب بس انا ليه ادخل في الشوشرة دي وادخل في الهيصه دي اصلا؟ يا فندم هذا الامر يجب المراه انها تنظر. ايه فائدته يا سيده العزيزه؟ المراه تنظر اليه تضعه في عين الاعتبار، ولكن القرار قرارها. ما انا لازم اقول لها، ما انا لازم اقول لها المخاطر اللي هتقابلها. هو انا اقول لها لا دي حلوه واقول للراجل ده حلو وبعدين يقع في مشاكل؟ ان كل المنادين او كل بيتحدثوا عن المسكنه محدش فيهم اطلاقا من العلمانيين ومن كل الاشخاص محدش خدع المرأة وقال لها، بالعكس كله بيقول انتبه، بل انتبه ان المجتمع ذكوري، انتبه ان المجتمع متسلط، انتبه ان في بعض الاحياء بيبقى في اعتداءات وفي احيانا متصل للقتل. كل ده بيتوقع، كل ده بيكون واضح للجميع.